بالمناسبة فيما يتعلق بابن خلدون مثلا، كيف يقول ابن خلدون بأن أين محل العرب حل الخراب؟ كيف يقول هذا الكلام؟ وبينا وسوف نبين أيضا بأن هذا كلام مكذوب، وضعه المستسرق الفرنسي كاتر مير، أربع أمهات، إتيان كاتر مير، وسوف نتكلم بالتفصيل عن هذا المستسرق. فكيف يقول ابن خلدون أين محل العرب حل الخراب وهم اعترفوا بأنهم في أوروبا قد سرقوا العلوم العربية والحضارة العربية؟ فكيف يقول هذا الأمر ابن خلدون؟ ابن خلدون لم يكن يعرف أو يعلم بأن للعرب حضارة وعلوم وكتب كثيرة، وهو توفي في سنة 1406 في القرن، بداية القرن الخامس عشر. فلم يسمع ابن خلدون في القرن، بداية القرن الخامس عشر، بالعلوم العربية أو بالعلماء العرب؟ يعني ابن خلدون لم يسمع بابن الرشد، لم يسمع بابن سينا، لم يسمع بالكندي، لم يسمع بابن هيثم، لم يسمع بجابر ابن حيان الخوارزمي، لم يسمع بهم؟ طبعا سمع بهم جميعا. إذن هذا دليل قاطع ساطع بأن هذا ليس كلام ابن خلدون، العرب والخراب إلى آخره، هذا من افتراء المستسرقين الأوروبيين، تحديدا الفرنسي إتيان كاتر مير، أربع أمهات. يأتي بالكتاب الأوروبي ثم يتتبع أصوله فيجد أنه في الأصل عملية ترجمة. ماذا فعل المترجم؟ أزال اسم المؤلف العربي ووضع اسمه في البصريات، في الطب، في الفلك، في الجراحة، في التشريح، في الزراعة، في علوم البحار، في الملاحة، في الطقس، في كل شيء. وبهذا ربح الغرب شيئين، أخذ كل علمنا بتحريف كتب ابن خلدون، ونسب الأكاذيب والأباطيل والسخافات والتفاهات وكلام هذيان لا يقوله عالم ولا يقوله ابن خلدون فيما يتعلق بالعرب. وقد شاع الآن بين الجهلة أن يقولون دائما بأن ابن خلدون قال حينما أو أينما حل العرب حل الخراب، وهذه مكذوبة عليه من هؤلاء المستسرقين، وسوف نتكلم عنهم في الحلقة القادمة، وسوف نشرح ونفسر بالأدلة العلمية ما فعل كل واحد من هؤلاء المستسرقين. وكذلك الأمر، قد تكلمنا عن أنهم حرفوا الكتب العربية، وهل كان الغرب المستعمر الغربي منذ أن سقطت كما بينا طليطلة في القرن الحادي عشر في سنة 1085 إلى سنة ألف وتقريبا القرن، بداية القرن السادس عشر، 1515 16 20 30 37 إلى عصر ديكارت في بداية القرن السابع عشر، هل كان الغرب على علم بالإنجازات العلمية الكبيرة وبالكتب العربية الكثيرة جدا جدا جدا، هل كان على علم بها؟ هل اطلع عليها؟ طبعا اطلع عليها جميعها، اطلع على جميع تلك الكتب العربية العلمية، وسرق من الكتب العربية. Geht zwar nicht verloren, wird gestohlen. Bücher, Manuskripte und Skizzen verschwinden in dunklen Verliesen. Die Namen der Verfasser gehen verloren. وكما قلت فقد اطلع المستسرقين والمستعمر الغربي الأوروبي على جميع الكتب العربية العلمية الإسلامية. وكيف ذلك؟ لأن قد اطلع المستعمر الغربي الأوروبي الأجنبي على جميع الكتب التي كتبها العرب المسلمين من خلال كتاب لحاجي خليفة الذي أطلق عليه اسم كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون. فقد أورد حاجي خليفة في كتابه هذا أسماء الكتب ل 9500 مؤلف،
قاموا بتأليف حوالي بين 15 ألف إلى 18 ألف كتب إسلامية. قاموا بتأليف بين 15 ألف إلى 18 ألف كتاب إسلامي في نحو 300 فرع من فروع المعرفة. 300 فرع من فروع المعرفة. قام 9500 مؤلف عربي إسلامي بكتابة بين 15 ألف إلى 18 ألف كتاب. حوالي 97% من هذه الكتب كتبت باللغة العربية. إذن الذي كتبها كانوا عرب. وهذا كذلك الأمر يخالف ويفضح ويبين افتراء المستسرقين على ابن خلدون، لأنهم هم الذين قالوا ونقلوا كلام دسوه في كتاب ابن خلدون بأنه قال أين محل العرب حل الخراب، وكذلك دسوا كلام آخر على ابن خلدون وهو بأن وهذه الخرافة والأكذوبة الكبيرة ما زال يرددها كثير من الجهل في وقتنا هذا الذين تلقفوها كالببغاء لأنهم مونكي سي مونكي مقيم بألمانيا منذ 60 سنة أو يزيد، اسمه فؤاد سيزكين، احفظوا هذا الاسم. شغله أن يفحص الكتب الأوروبية ويرجعها إلى أصلها المنكر رسمياً اللي هو الأصل العربي، وقد نجح اليوم في أن يصل إلى أكثر من 150 ألف كتاب، واستطاع هو وفريقه بعد 60 سنة أن يفحصوا أكثر من 40 ألف منها، واستطاع أن ينشر تعريفا بأصولها العربية يزيد على 35 ألف، وقد قامت